عندي لكم اقتراحين غايت رأيين. الرأي الأول نجعل فرصة لي بعض الأسئلة والاستفسارات، وأنا شايف كده أفضل. ها؟ نجعل فرصة لبعض الأسئلة والاستفسارات، ما أحسن؟ ها؟ طيب خلاص. الرأي الثاني، روى الإمام البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتى إلى الحجر الأسود فقبله وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الأثر ده يا جماعة فيه فوائد عظيمة جدا، وبيحل لنا مشكلة الأمة الواقعة فيها الليلة كلها. المشكلة كلها بتتحل بكلام الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الأثر أو هذه القصة الصحيحة. عمر بن الخطاب جاء إلى الحجر الأسود، والحجر الأسود أصلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحجر الأسود نزل من الجنة. ده ما من حجار الدنيا، ده جاء من الجنة. كان أشد بياضا من اللبن، الحجر الأسود شايفينه ده، ولحد ما سموه الحجر الأسود أصلا هو جاء من الجنة ما من حجار الدنيا، ولونه كان أشد بياضا من اللبن، وفي رواية أشد بياضا من الثلج، أبيض من التلج. شو البياض ده كيف؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: سودته خطايا أهل الشرك. كان أشد بياضا من اللبن والتلج. البقاء أسود شنو؟ الذنوب بتاعت المشركين. طيب إذا كان الشرك يا جماعة سوت حجر من حجارة الجنة وكان لونه أبيض من التلج واللبن، يبقى ما يكون الشرك بالله عليكم سبب في ضيق المعيشة في بلدنا دي وفي غيره؟ إذا السبب في ضيق المعيشة والفقر أن احنا عايشينه، السبب الرئيسي هو الشرك بالله. ما معناته نحن القاعدين تحضروا ذي المشركين ولا كفار، لا أنا ما قلت كده، لكن أنا بقول السبب في ضيق المعيشة في البلد دي عموما وفي ضيق وضعف المسلمين في العالم عموما وفي البلد دي برضو هو الشرك بالله. الواقعين فيه كثير من الناس، ما بنقول كل الناس مشركين لا، لكن بنقول كثير من الناس. الله قال كده، ربنا قال بش، ربنا قال كثير، ربنا قال أكثر مشركين في القرآن الكريم. الكلام ده في القرآن، ربنا قال: وما يؤمن أكثرهم. أكثرهم يعني شنو؟ يعني الأكثرية، يعني الأغلبية. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طيب الشرك ده عامل كيف؟ الشرك ده يا جماعة ما حاجة كده عيونه حمر، لا لا، الشرك ده اعتقادات أو أقوال أو أعمال. يا عقيدة، قول، عمل، ده كله شرك يدخل فيه الشرك. الاعتقادات زي شنو؟ زول يعتقد إنه شيخه بدي جنة ويسوق المرة يوديها للشيخ لأنه ما ولدت لي 10 سنة، ده شرك بالله. هسا ناس الشرطة في الأسبوع ده ذات أو الأسبوع الفات قبضوا واحد شيخ طريقة كبير، خليك من اسمه، قبضوه في الطائف ولا وين ما عارفينه، في الخرطوم،
في شقة ومعاه نساوين ودونت الشرطة البلاغ. الكلام ده في الجريدة مش أنا جبته، في الجريدة وناس الشرطة جابوا، ما نحن أصو ما جبنا، نحن ناس الشرطة ورغم البلاغ موجود عندهم وموجود في الجريدة. دونت بلاغ ضد شيخ فقي كبير، قال بدي النسوان الولد. حسب كلام الشرطة قبضوه يمارس الدعارة مع النسوان اللي قال بديهم الولد، ودي جريمة كبيرة لكن أقل من الشرك يا جماعة. لأنه كونك تعتقد إنه الشيخ ده بدي الجنة ده شرك، ده أكبر من إنه يمارس دعارة ولا ما يمارس دعارة، مع إنه ديك ذاتها من الكبائر العظيمة، الزنا كبيرة عظيمة جدا. حتى الإمام أحمد قال لا أعلم بعد قتل النفس ذنبا أعظم من الزنا. لكن كونك تعتقد أو المرأة ذاتها تعتقد إنه الشيخ ده بيدي الولد عنده مخزن بتاع أولاد، بيديه من وين؟ كده بالعقل كده يا جماعة، بيديه من وين الولد؟ وده الغش كثير من الناس، العقيدة الفاسدة دي يقول لك المرأة دي خدتها عند الشيخ ثلاثة يوم، ليه في شنو يعني؟ يقول لك عشان يدينا الجنة، الشيخ ما بيدي الجنة لكن بيسوي أشياء ثانية وسخة. لكن اللي بيهمنا العقيدة الشركية دي، إنه الزول يعتقد إنه في زول زيه عنده عينين وإذنين وكرعين ويدين بيهب الذرية ويدي الولد، ده شرك كفر بالله عديل. حتى أبو جهل وأبو لهب ما كانوا بيعتقدوا إنه غير الله بيدي الولد، الكفار الزمان ما كان واحد فيهم بيعتقد إنه غير الله بيدي الجنة. ربنا سبحانه وتعالى قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ده ربنا. هسه الليلة يقول لك الشيوخ بدوا الولد الذكر يدوك له بوقتين داب. هنا في جنوب شمال بحري واحد شيخ قال بدي الولد، لو داير ولد ذكر مرتك ما ولدت، داير يخلي لك تحمل بوقتين ذهب، وبده البد الانتاية بوقية ذهب واحدة. وليه؟ وما بدي كطابه، ترى هو زي ده زي القبضه ده، دي الطريقة اللي بده بيها. فالشرك أحيانا أيضا يكون في الأقوال، في القول، في القول. يا البرع تنجدنا وتفزعنا، ده شرك. لا يتقد نبستو، نبستو البرع ما نبزنا، هسا قلنا إن على أمه ما قلنا، نبزنا قبيلته ما نبزنا، نبزنا أبوه ما نبزنا يا جماعة. لكن قلنا لا مش خلي البرع، لو قلت يا سيدنا جبريل تدينا الجنة وتنزل لنا المطر انت اشركت بالله، يبقى كده ما نبزنا جبريل عليه السلام. نحن قضيتنا مش في انه ننبز ده البرعي ولا المكاشفي ولا ود بدر ولا غيره، نحن قضيتنا في انه ما تنادي من دون الله حتى لو بقى صالح. قلت لك لو ناديت جبريل، جبريل صالح ولا ما صالح؟ صالح، ده من الوحي، ده اللي بينزل الوحي للرسل الانبياء كلهم، برضه ما تنادي من دون الله. يا اخي النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس، ابن عمه طوالي ود عمه، قال لي يا غلام إذا سألت فاسأل الله. بالله يا جماعة في كلام أوضح من ده؟ إذا سألت دار تدعو، أدعو الله براو، كان يقول له أنا رسول الله أعظم البشر ولا ما أعظمه؟ أفضلهم وأعظمهم وأحسنهم محمد صلى الله عليه وسلم. لكن رغم ده قال لي إذا درت تدعو، تدعو منه؟ فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك.
الشرك أيضا يكون في الأفعال. واحد يجي القبة البنية ويخمش له خمشة بتاع التراب من الضريح، في شنو؟ يقول لك ده بركة، بركة الشيخ، شيل اتمسح بيه، ده شرك بفعله بعقيدته بيقوله، ده كله شرك. وفي واحدين بيسجدوا للشيوخ عديل، هسه لو داير اوريك اوريك بالفيديو كمان، لانه لما نجيب الكتب حقتهم في ناس، بعض الناس هناك مستهبلين يقول لك طبعتوا انتوا هذا الشيخ براه وصوروه بالفيديو والكاميرا ورفعها في اليوتيوب بيسجدوا له. ما شفت ود المريم بتاع الهلاليه يملص المركوب الابيض ويمد كراعه وكده بيسجدوا له؟ ما شفت الماده بتاع الجيل عبد المحمود المات قبل ايام ده؟ ده بيقعد كده في الكرسي، هسا اوريك لو حضرك لو داير، بيسجدوا له بهنا وبهنا، بيعاين فيهم كده. والله الذي لا اله غيره. يا اخي الهتو الطيره طيره، استغرب لما لقى بشر بيسجدوا لمرة لبشر زيه. قال وجدتها وقومها يسجدون لمخلوق للشمس، يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماء في السماوات والأرض. طيرة هدهد استغرب إنه بيسجد لمخلوق، ده الآن يسجد له وهو راضي ويعبد وهو راضي، وبعد الناس يقول لك ده ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية دي صح آية، لكن ده ما هو المقصود في الآية، بس ده الموضوع. زول يسجد له ويعاين فيهم كده فرحان مبسوط، يحك بطنه يحك كرشته كده، والجماعة يسجدوا له. لو ما ده شرك يا أيها الناس، وروني الشرك ده كيفه، كيف شرك ده؟ حيوان عنده قرون واثنين كبار، ولا ده هو الشرك ذاته؟ وده الشرك ذاته، والله ده شرك، وده أغلظ من شرك المشركين الأوائل. فالمشركين الكاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح مشركين وكفار، لكن الشرك الحاصل الليلة ده أكبر من شرك المشركين الأوائل ذاته، لأنه ديل بينادوا شيوخهم في الرخاء في الضراء، وديلك كان بينادوا شيوخهم في الرخاء، أما في الضراء بينادوا الله براه. نمرة اثنين في القصة في الأثر، عمر بن الخطاب قبل الحجر الأسود، ودي سنة يا جماعة، إنك تقبل شنو؟ الحجر الأسود وتستلمه بيدك. النبي عليه الصلاة والسلام قال استلام الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الذنوب والخطايا حطا. ذنوبك دي تتحتى حتى، لكن الركن اليماني ما بتقبله، إنما شنو يا جماعة؟ بتستلمه زي ما قال العلامة السعدي رحمه الله. أما الحجر الأسود تستلمه وتقبله. أما باقي الركنين الشاميين في الكعبة غير الحجر الأسود والركن اليماني، الركنين الثانيات، ما هي عندها أربع أركان الكعبة، الركنين الثانيات جنب الحجر ديل، ديل ما يجوز تستلمهم ولا تقبلهم ولا أي حاجة، لأنه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه طاف بالبيت واستلم الأربع أركان بتاعت البيت، فعبد الله بن عباس قال له ما هكذا السنة يا معاوية، فقال له معاوية رضي الله عن الجميع ليس شيئا من البيت مهجورا، ليس شيء من البيت مهجورا. فقال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال معاوية رضي الله عنه نعم صدقت، وتراجع عن قوله إلى قول ابن عباس، وكانوا صحابة وقافين
عند الحق، ولما ندوم الدليل كان بيرجع زي ما فعل الآن مع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وعن ابن عباس وأبيه ورضي الله عن جميع الصحابة. الوقفة الثالثة مع الأثر، عمر بن الخطاب قال والله إني لأعلم أنك حجر، يعني أنا قبلتك ما زي ما بعض الناس اللي كانوا في الجاهلية بيقبلوا بيتبركوا بالحجارة، وإنما هذه سنة. إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. كده نجي فينا وقفة يا جماعة. الحجر الأسود ده عرفنا إنه جاء من الجنة، عمر بن الخطاب قال لي لا تضر ولا تنفع. هسا القوة بدي جاءت من وين؟ من أين جاءت؟ جاءت من الجنة؟ يا أخي واحدين لما يقرمشوا الحيطة ذات، شيل التراب، شيل الحصحاص، واحدين بيلقطوا الحصحاص في القبر بتاع الشيخ، قول لك دي بركة، ما بأي بركة هنا. الحجر الأسود عمر بن الخطاب قال له لا تضر ولا تنفع، وده حجر من الجنة. الشيخ ذاته جماعة بيعصر له كرعينه ويبوس له رجلينه، والنساوين والرجال والبنات والشابات والأولاد، ده بيضر ولا بينفع ولا جنازل من الجنة؟ الحجر الأسود عمر بن الخطاب قال لا تضر ولا تنفع. وليه قال كده؟ لأنه يعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب الله ربنا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده، وكذلك قال لولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك، وده آخر وقفة، ما قبلتك. وده فيه يا جماعة اتباع الصحابة للسنة، والزول اللي بيحب النبي صحيح صحيح يتابع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأهم حاجة في السنة قبل الصلاة والصيام والزكاة والحج التوحيد والعقيدة، لازم عقيدتك تكون على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لازم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ده ما في بعض السنن بس، ده في العقيدة أول حاجة تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. في شنو يا جماعة؟ في عقيدتك، ما تعتقد بزول. يا أخي رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال لما شاء الله وشئت يا محمد، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. شو العقيدة دي كيف؟ وده النبي عليه الصلاة والسلام، النبي سيد البشر سيد الناس، ما رضى يخط مع ربنا سبحانه وتعالى في مرتبة واحدة أو في مكانة واحدة. ويجي الليلة زول تلقى زول عفن ساكت وقاعد ستة شهور ما استحمى، قول لك ده نبي الله الخضر كذاب ساكت. يا الخضر عليه السلام مات زمان، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وتلقاه قاعد مولع بخور، والنسوان يدخلا ويملصن الذهبات ويعدمم الملينة والتعريفة، والبخور طالق في اللوضة، ويخش دي يقول لها عامل لك عارض، ويخدع دي يقول لها راجلك داري يعرس فيك انا بنجمه، الله ينجمك انت، ده اول حاجة. لأنه زول دجال، زول محتال يغش الناس وعامل فيها ولي وعامل فيها صالح. فأول شيء تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة، أول حاجة عقيدتك تكون صافية لله عز وجل. وإذا عقيدتك صافية ما أشركت بالله شيء، أبشر بالجنة، أبشر بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير لحسن الاستماع، وبارك الله فيكم أجمعين.